عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأحبة من أرض معرض بغداد الدولي ومهرجان الطفل العراقي الأول في بغداد. هذا المعرض لكل الأطفال من العمر يمكن حديث الولادة إلى يعني الطفل المراهقة، في ألعاب وفي هواية فقرات مفيدة ومسلية للأطفال. يستمر هذا المعرض من 6 إلى 13/6. خليكم ويانا. الست فرح الزيدي مدير مدرسة الإنجليزية الدولية في بغداد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ست. تفاجأت مديرة بهيج سن صغير، المعروف إحنا لازم يكون المدير لازم يلبس نظارات كبيرة وهيج معروف، طاقات شبابية صغيرة بالعمر والآن تدير مدرسة، أكيد أضفتي للمدرسة بهذه الطاقة. نعم نعم أكيد. صراحة هو الجهد اللي يتحدث وليس العمر. يوم ويوم يمكن شخص يكون كبير بس صراحة يفتقد للخبرة. أنا خريجة جامعة أمريكية وشفت نفسي صراحة بهاي المدرسة، لأنه دا أشوف أكو تغيير إحنا نحتاجه بهذا المجتمع، فصرت مديرة هذه المدرسة ودا أساعد كل الطلاب. الكادر كليته أجنبي والحمد لله، عندنا أساتذة أيضا لوكال، عندنا أساتذة أجانب، وكليتنا إيد واحدة حتى إن شاء الله نساهم في رفع المستوى التعليمي في البلد. الكل اكيد يحرص انه يخلي اليوم طلابه واولاده في مدارس تليق بهم حتى يكون لهم مستقبل. هذه المدرسه نهايه جسر الجادريه، مو اعلان لكن هي المفضله من ناحيه اللغه. اضافات اضافه للغه اللي طالب، شنو الامتيازات حتى انه يخلي ابني عندكم؟ نعم، بالنسبة لنا هي ليست فقط اللغة، هي اللغة عامل مهم ولكنه ليس الوحيد. احنا نشجع طلابنا على التفكير في الطريقة الصحيحة، مو الا الشيء انه اللي متعود عليه في مجتمعه او الشيء اللي اهله يقولوا عليه. الطفل عنده فرصة انه يبتكر ويبدع ويفكر ونسمع صوته، احنا بالمدرسة نسمع صوتهم. No matter how the idea is simple، لوش قد ما تكون الفكرة بسيطة احنا نسمعها ونحترمها ونكبرها وياهم، واحنا وياهم ايد بايد ونساعدهم، فاحنا صراحة وياهم ايد بايد بشنو يحتاجوا واحنا وياهم. طيب ممكن نعرف طريقة التقديم للمدرسة، اسعار، في اوفر، في مثلا ايضا عروض اخرى بالاضافة؟ تعرفين كل سنة تعرفين المدارس كثرت فيه خاصة في بغداد، حتى شنو المميزات في المدرسة حتى نخلي طلابنا؟ نعم، بالنسبة للاسعار كلها التفصيلية موجودة على الويب سايت وايضا على الفيسبوك وارقام المدرسة موجودة. بالنسبة احنا الامتيازات اللي نعطيها الطلاب، اذا اكثر من عائله يعني عندنا اكثر من طفل ياخذ ديسكاونت 10%، اذا اطفال الموظفين الدبلوماسيين ايضا 10%، اولاد الشركات الاجنبيه المعروفه ايضا 10%، وايضا نعطي صراحه نشوف حسب الحاجه مثل ما نقول ندرسها كيس باي كيس، واحنا هنا في مساهمه تطوير المستوى التعليمي، فاكيد وي جيف ا تشانس تو ايفري ون. مهرجان للطفل ودولي واول مره في العراق، وايضا انتم شاركتوا هاي اول مره، شنو نعرف مشاركتكم ورأيكم مثل إقامة هذا كذا مهرجان؟ نعم صراحة هذا المهرجان الأول وإحنا كلنا نفخر واعتزاز إنه تكون مدرستنا مشاركة في هيك مهرجان مهم صراحة على مستوى البلد ككل. طلابنا كانوا فخورين جدا لأنه اختاريناهم حتى هنا يجون يشاركون بهذا المؤتمر، وصراحة يعني هو راح يكون فد أمر تعريفي جدا مهم بالنسبة للمدرسة، ويمكن أكو هواي أشخاص تحب تعرف عن المدرسة أو شنو تقدم المدرسة بس بعدهم ما صارت لهم فرصة إنه يعرفون عنها، فهي فرصة حلوة إنه أي أحد يقدر يجي ويسأل أي سؤال. أنت طول اللقاء بتعديل كأنها خايفة من أول لقاء. أحييك ست فرح على هذا التفوق والتقدم إن شاء الله، وإن شاء الله السنة الأخرى أشوفكم أيضا المهرجان بإضافات جديدة للمدرسة. شكرا. إن شاء الله، شكرا جزيلا لوقتكم.
نحن سعداء جدا بوجود مثل هكذا مهرجان، مهرجان الدولي العراقي الأول للطفل. وهذا المهرجان كما تشاهدون لأول افتتاح، وهناك حضور كبير جدا ومشاركة واسعة جدا لهذا المهرجان، وتنوعت ما ميز يعني هذا الحضور تنوع المشاركين والعروض الموجودة لتشمل كل الفئات العمرية للطفولة. واليوم نشاهد نحن العوائل ونشاهد الأطفال سعداء بما موجود في خانات هذا المعرض، ويعني فيه ثقافة، فيه يعني فيه ألعاب، فيه أمور فكرية، وكذلك لا يقتصر فقط على هذه العروض. هذا المهرجان ذهب إلى وجود مسرحية، ذهب إلى وجود سيرك، ذهب إلى وجود مسابقات بين الموجودين، ونأمل أن يعني في السنوات القادمة يكون هذا المهرجان أوسع مما هو عليه، وأطفالنا يستحقون حقيقة. المشاهدين معانا الست إشراق صباح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حابة أعرف تخصصك، تفضل. أنا مدربة حساب ذهني ومدربة تنمية مهارات واختبارات الذكاء ومدرسة رياضيات. كلام كبير أوي. خلي نفهم تفاصيل المهارات وخاصة للطفل، وأنت عندك ألعاب خاصة للأطفال، مثلا هذه مال الحساب وغيرها، شرحينا التفاصيل الموجودة بالبوث ما تشوف. تمام. بالنسبة للمعداد، إن هذا المعداد ندرب الأطفال عليه إنه يختزل الأرقام، يبدي الطلاب يحسبون أول شيء على المعداد، بعدين يتخيلون ذهنياً. طبعاً نوصل أحد، عشرات، مئات، ألوف. عندنا ضرب، عمليات ضرب، رقمين برقمين، ثلاث أرقام بثلاث أرقام. فالبرنامج كل شيء يطور الطالب وكل شيء يطور من الطفل العراقي. وهسه دخلنا مسابقات يعني دنوازن الطلاب من بقية الدول، يعني ما شاء الله طلابنا يجننون. زين أني مثلا كأم أريد أشتري هذه اللعبة بس ما أعرف شلون استخدامها، تعلمينا. اليوم إحنا أنا بهذا البوث أني راح أعلم الأم المبادئ الأساسية للحساب الذهني. اي اكو عندي شيتات وجايبتهم حضرتهم، وعندي كتب. اللي يحب يدخل هذا الموضوع يقدر اليوم يتدرب عليه من خلال البوث مجانا، وانطيه الكتب اللازمه لهذا الموضوع. طبعا هذه كلها ذهنيه واكيد تحرك دماغ الطفل، بالاضافه الى العاب اللوجو وغيرها. ألعاب اللوجو كلش مفيدة، يعني إحنا نخليها ويا الحساب الذهني من ضمنها، لأن حتى طالب لا يمل من الدرس. بالإضافة إلى عندنا البازلات، هاي البازلات التطابق التشابه، هاي كلها أشياء تنمي المهارة من الطفل، خصوصا إذا نبدي بيه من عمر 4 سنوات. يعني أنا من عمر 4 سنوات أبدي بيه بازل اعتيادي بسيط، بعدين أطوره إلى يعني قسمين، بعدين 3 أقسام، بعدين 4، بعدين إلى نوصل أبو 15 قطعة أو 20 قطعة. يوصل طفل أبو 4 سنوات و5 يوصل يعني يشتغل عليها. إذن مثل ما أضافت إشراق أنه هذه الألعاب خاصة للأطفال من العمر 4 سنوات فما فوق، أكيد هي مستويات لكل طفل، حتى لو كان عمره 14 سنة. إذا هو مبتدئ تنطينا الخاص بعمره. خلينا نتكلم عن المهرجان الطفل الدولي الأول في العراق ومشاركتكم، ورأيك بالمهرجان بسرعة. طبعا المهرجان يجنن، كلش حلو، احنا اولا فرحانين. بالضبط، اكيد بوجودكم تنظيمكم وترتيبكم، يعني اول مره بالعراق يعني فعلا نلقى هيجي احد يهتم بالاطفال، لان كل هدفنا احنا كمدربين وكاختصاصين انه نريد شيء يدعم الطفل العراقي، واول مره نلقى يعني احد يدعم الطفل العراقي ويوفر له كل شيء. ما شاء الله المعرض بيه كل شيء متوفر، يعني من العاب، من اشياء تخص الاطفال، من غراض العاب وملابس وكل شيء، كل شيء يعني كلش عاشت ايدكم. شكرا جزيلا اشراق، اتمنى لك التوفيق والنجاح. جدا شكرا قلبي. اهلا وسهلا.
المشاهدين معنا شهد زوين من دليل، وايضا بالتعاون مع الروضه البغدادية اللي قامت هذا المشروع. اشرح لنا التفاصيل. اهلا وسهلا بكم. احنا نتبع نظام مونتيسوري العالمي بالتعليم الاطفال. هو نظام يعتمد على حواس الطفل كلها، يعني مو بس تعليم تقليدي نسوي مثلا تعليم حاسه اللم باللمس حتى توصل اسرع للدماغ ويحفظ المعلومه بعيدا عن النظم التقليديه للمناهج، يعني المناهج التقليديه. مثلا هسه هذا نموذج عندنا. نعم، مثلا هسه هذا المربع هو 100 100. مثلا هذه المسطره هي 10، فالطفل من يلمس يلزم بيده العشرة ويلزم بيده 100 راح يحس الفرق بينهم. يعني هذا هو 1000 1000، يعني هذا يساعده على الحساب. يعني كل هاي المجموعه مثلا 1000 تنطينا معادله حساب كمي بالضبط، يا اما نعطيهم كارتات ويسوون عليها الارقام، بنفس الوقت يعرف انه الالف اكبر من المئة، فشيء حقيقي ذي الاسم بيده. نعم. وغير هذه الوسائل التعليميه شنو عندكم؟ هواي اشياء ترفيهيه متنوعه. نبدي احنا ويا الطفل من عمر الولاده، شلون نطور الاي هاند كوردينيشن مالته، التآزر البصري الحركي، يدخل الاعواد ويطلعها مثل يعني الوسائل اللي موفريها، ونصعد وياه بالتسلسل الى الاشكال الهندسيه، الى البزغلات، شوي شوي نصعد بالتعليم. يقولون الطفل من عمره 3 اشهر لازم نخلي له وسائل بصريه. بالضبط، هو احنا موفريها الوسائل حسب عمر الطفل. قبل الثلاث اشهر اسود ابيض، من 3 للستة من 3 للستة يدخل لون الاحمر او الاصفر وياها، وشوي شوي نزيد تركيز الالوان بتقدمه بالعمر. شلون اقدر اتواصل وياكم غير المهرجان اليوم موجود من 6 الى 13؟ 6 موجودين، الناس ممكن تجون بوقت المعرض، لكن غير المعرض شلون اتواصل وياكم حتى احصل على هذه الوسائل؟ احنا عندنا صفحه على يعني صفحه اونلاين اسمها دليل دوت بوك ستور، ويعني تقدرون طلب اونلاين يصير بيها. احبتي ويانا هبه ليث من الروضه البغدادية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم. اول شيء عرفينا على الروضه البغدادية. احنا الروضه البغداديه موقعها في مجمع الايادي السكني تقاطع العامريه، نستقبل من عمر 40 يوم لغايه عمر 7 سنين. حلو ما شاء الله 40 يوم من وقت الطفل. اي لا موجودين هواي ونقزقز عليهم صراحه. اكيد الموظفات وغيرها. طبعا اي يعني هم الاطفال هم فعلا بايادي امينه، احنا المسات كلهم امهات وكلهم يعرفون شلون يتعاملون ويا الاطفال. بالإضافة أنه إحنا هاي مكتبة دليل، إحنا متعاونين وياهم، الوسائل كلها اللي موجودة هنا إحنا نستخدمها بالروضة. وعندنا من عمر 40 يوم لعمر 4 سنوات نستخدم منهج المونتيسوري والحساب الكمي وبطاقات دومان بالعربي وبالإنجليزي. هذا النظام ثابت عندنا. أوكي، مرحلة الكي جي 1 والكي جي 2 هم عندهم منهج خاص بهم نستورده من مصر، هو منهج خاص للروضة البغدادية. ما اعرف شو اقول لك، انت تبدون ويا الطفل بالعمر 40 يوم الى التمهيدي والمدرسه، يعني بناء صحيح للطفل. احييكم على هذه الجهود المبادره. شكرا شكرا جزيلا. شكرا لك حبيبي. مشاهدين في الجناح الإيراني في إحدى المشاريع ثلاثي الأبعاد، تشاهد من خلال الشاشة واقعة الطف، واقعة الإمام الحسين عليه السلام للأطفال. بس تنظر وتشوف هاي أمام الشاشة وتشوف واقع افتراضي كأنه هو حقيقي. للأسف هنا ماكو أحد يتكلم عربي، ما احكي لكم المشاعر اللي تكون من تشوف الشيء واقعي. اكيد كل قصه الاطفال ينهارون بسبب هذه التقنيه، واكيد احنا مع ونؤيد حتى يكون الاحساس واصل. ويا ليتنا كنا معكم. المتنبي الصغير، مركز المتنبي الصغير معروف للجميع وخاصه رواد المتنبي في باحه المتنبي في المركز الثقافي البغدادي كل جمعه في نشاطات. اليوم وجودكم مشاركتكم في هذا المهرجان لا تعتبر الاولى في مسيرتكم، اكيد تكلمينا عن المشاركه واهميه وجودكم دائما، ويعني
ما اعرف اجيال انتم ربيتوا اجيال على الطفوله وعلى مبادئ حلوه، الرسم وغيرها من الابداعات اللي اضفتوها لاطفالنا. طبعا احب اشكرك على هذه المقدمه، لان قليل من اللقاءات عندهم اي خلفيه عن المركز. لا بالعكس، احنا من رواد واكيد نعرف منو اللي خاصة في المتنبي، بغض النظر عن الأشياء السلبية اللي تنشر بالسوشيال ميديا للأسف الآن في المتنبي من بعض، يعني دولي إن نسميهم اللي يدورون طشة للأسف، لكن المركز لو مدور هذا الشيء كان يمكن برز. أكيد العمل لله هو معروف. نعم، لذلك مركز المتنبي الصغير الحمد لله تميز بعمل نوعي مع الطفل العراقي. الدخول المجاني ساعد جدا انه يستقبل كل فئات الطفوله بالعراق، حتى لو كانوا من الفئات الهشه من الفئات المهمله، بالتالي ساعدناهم حتى نوجد لهم نوافذ ثانيه لحياتهم. فطبيعه العماله عند الاطفال وهي من المشاريع اللي احنا سويناها، مشروع حقوق الطفل العراقي، حتى نحاول انه نخلي فعاليات تساعد الطفل انه يفهم حقه بالتعليم وحقه بالمدرسة حقه بالرعاية الصحية. هذه أمور لازم هو ينتبه لنفسه بها، لأنه أكو حالة إهمال بالتربية بشكل عام. المدارس أحياناً مو تخفق، وإنما طبعاً تتبع الكادر التعليمي إذا إلى واهز يسولف ويا الأطفال يتقرب من عندهم، بالتالي راح يفتح لهم هذه الآفاق. لاحظت من خلال تواجدي في المتنبي بعض الأحداث يرسلوهم للمركز، يعني التعامل مع أحداث التعامل. شفت في مرة من الأيام جمعت أطفال من الشارع، التعامل مع هذه الفئة صعب جدا. أنتم بروحيتكم حبكم وعاطفكم دائما تحبون أنه تحتضنون هذه الفئات. نعم ست، هو إحنا مو نجمعهم، وإنما بالواقع إحنا فقط فاتحين بابنا، هم يبدون يجذبون واحد الآخر لأنه ماكو مكان ثاني يستقبلهم، ماكو مكان ثاني مجاني ومستعد انه يحتضنهم. فاحنا عندنا خطوات عمل، برنامج عمل مع هؤلاء الاطفال تم بالمشوره مع الاساتذه المتطوعين واداره المنظمه، ان شلون احنا نحتوي هؤلاء الاطفال. فمجرد الكلمه الحلوه الكلمه الطيبه راح تنبني ثقه، هذه الثقه هي الخطوه الاولى انه يبدي يحاول يغير حياته. المركز المتنبي الصغير هو غني عن التعريف، ومشاركته هذه ليس بالأولى بمسيرة عمله، مشاركتكم بالمهرجان خاص الطفل دولي. نعم. وأول مرة في العراق، رأيكم بهذه الفكرة؟ طبقت طبعا، هي فرصة حلوة للقاء بالآخرين اللي يعملون في مجال الطفولة، هنالك الكثير من دور النشر وأيضا من الفعاليات الحلوة موجودة. بصراحة هو هذا المهرجان فرصة للتعضيد الجهود، وأنه إن شاء الله نلقى فرص للعمل المشترك، لأن من يكون العمل المشترك راح يكون تأثيره أكثر على الواقع. مشاهدينا أكيد الأطفال موجودين هنا، يرسم يلعب يشوف ألعاب هواية، مشاهدات أيضا في ألعاب البصرية، يجوعون يروح يجي لهنا التجهيزات زاد الغذائية. هذه التجهيزات أنا لاحظتها الموجودة بها كلها، مثلا هنا فواكه كليتشة الساندويتشات اللي تكون بطريقة مغلفة بطريقة نظيفة. وخلينا نشوف أيضا أسعارها مع أبو محمد. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. والله احنا تجهيزات، يعني تجهيزات غذائية معروفة، يعني ماكو، وعندنا على انستا موقع وعلى الفيس، ويعني نشتغل السندويشات هذه نقدر نجهز بها المدارس، ونشتغل حلويات، نشتغل يعني معمول، نشتغل براونيز، وحتى نقدر نشتغل يعني نجهز اعراس ممكن، يعني ماكو، وشغل درجه اولى، شغل مضبوط، يعني مو شغل عادي. هو كل واحد يدور على النظيف وسعر مناسب. كلش مضبوط، يعني شغل يعني كلش مضبوط. مو تمدح بنفسك، هو شغل. مو امدح الناس اللي تجرب، طبي على العفو قلت لك على الفيسبوك، شوف صفحتنا تجهيزات زاد الغذائيه، راح تشوفين يعني ايش قد الناس اللي معجبه واللي فعلا ماخذه، يعني وشغل كلش مضبوط. لاحظت ايضا اختيارك، ما انه احنا الاكثر الموجودين هنا يا اطفال، اختاريت الفواكه فواكه حلويات، يعني هو اللي يحبوها الاطفال، عصاير ما يعني يحتاجونها بالصيف، يعني يحتاجون. الاسعار، والله الاسعار يعني احنا عندنا السندويش مثلا الدجاج هنا بثلاثه بس، مو مثل الشاورما، لا فشي اطيب بعد، يعني ماكو بيها صلصة البيستو وشغلات، يعني شغل مرتب ومرتدل. لو عندنا هنا اللي يسموها ليزي كيك او فشي هذه، والبراونيز، وعندنا المعمول، يعني فشي يعني.
محمد سامي كريم عبد. عزيز حبيبي، انت بروضه؟ لا لا، فاطمه محمد سامي كريم. اي والله فاطمه عرفت، انت بروضه؟ لا سامر. ثاني بروضه، ماما قالت غششتني قالت لي بروضه. ايه ايه بروضه. شنو عجبك هنايا؟ شنو حبيتي تلعبين؟ شنو حبيتي هنا؟ حبيت العب السم و السمين. زين اشتريتي لعبه؟ لا لا ما اشتريتي؟ لا. تحبين تشتري العاب هسه؟ شفتي هذاك السمسم؟ عالم سمسم هذا التمثيل؟ روحي نشوفه؟ يلا امشي. مشاهدين معانا الست هدى محمد، اهلا وسهلا. اهلا بك. مشروع بحجابي اجمل، احكينا عن تفاصيل. من ضمن الفعاليات الثقافيه بمهرجان الطفل العراقي الدولي الاول هو الاهتمام بالفتاه المسلمه والفتاه المحجبه، فعنا هنا عندنا حمله اعلاميه هي بحجابي اجمل، موفرين الربطات والحقائب والست الحجاب والست التكليف للفتيات المكلفات اللي بعمر التكليف، موفرين لهم هاي الشيء، وهاي الغرفة مخصصة لهم، لوكيشن للتصوير ومستلزمات الحجاب احنا موفرينها، وبالفكرة ترويج الحجاب للطفل الفتاة المسلمة. أنا شفت الترويج من خلال هذه الدمى كلش حلوة للأطفال إن شاء الله. أنا أخذت وحدة. إيه أهلا وسهلا بكم، هاي الهدايا للفتاة تزورنا احنا بالخدمة عندنا هنا ويشرفونا، عندنا لوكيشن تصوير وعندنا ربطات متنوعة ألوان زاهية، هي حجاب أيضا وأيضا ألوان اللي الفتاة تنتخبها، وإن شاء الله إحنا بالخدمة ويشرفونا. شكرا للست هدى، شكرا مبلونين. حبيت المشاهدين وتشوفون هنا تلاحظون ورايا هذه جنطة وشال ومعصم و12000، وأكو بس معصم وحجاب ب10000، أسعار وألوان كلش حلوة، خاصة إحنا محجبات نحب التنسيق، هذا التنسيق موجودة جاهزة موجودة بالبيجات هواية، لكن هنا يوم تجون تختارون وتشوفون نوعية القماش وغيرها وتختارون الشيء اللي تحبونه. هنا معرض بغداد من 6 إلى 13 سنة. مشاهدين معانا القارئ موسى الروديني من مشروع صغار على درب الانتظار، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم نور. الله يحفظكم. مشروع صغير لكن بمعنى كبير، اشرح لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. العفو. ارتئت مؤسسه الهدى الثقافيه لاقامه مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول الخاص بالطفل العراقي، مثل ما تفضلتوا احنا بهذا قسمنا اللي هو قسم من اقسام مؤسسه الهدى، سوينا هاشتاج هذه السنه لاننا صغار على درب الانتظار للامام الحجه سلام الله عليه. عندنا حملات توعويه ثقافيه دينيه اسلاميه، نبدا بالحفاظ على صحتنا واقامه صلاتنا او نطيع الله عز وجل بحجابنا اجمل، نعلمهم القرآن، الآيات القرآنية، السور القرآنية، قراءة سورة الفاتحة الصحيحة، شلون نكون متكاتفين احنا مثلا العائلة او الاطفال او العائلة مع الطفل، وشلون احنا يعني نوعي الاطفال انه يحترمون الاكبر من عندهم، ونعلمهم خارج المنزل كيف تكون اخلاقهم، كيف تكون تصرفاتهم، كلامهم، والحمد لله مثل ما تشوفون اليوم نشوف الأطفال ما شاء الله موجودين. بالإضافة إلى ما ذكر أستاذ موسى، أيضا في وجود ألعاب صغيرة مخصصة للبنات والأولاد. أي نعم، عندنا إحنا هذا المكان للرسم إن شاء الله، إذا تفضلون شوفوا هم رسم وأيضا تلوين للهاشتاج لأننا صغار للإمام المنتظر، شكل تصويري للإمام سلام الله عليه. عندنا عروض ثانية مثلا يا مهدي صغار على درب الانتظار، هذه فد قطعة جميلة
تبقى راسخة للطفل إن شاء الله. وأيضا صغارها أيضا للبنات. وأيضا هذا الشيء الثاني بحجابي أجمل أيضا للفتيات. وأيضا عندنا أشرطة تصير شعارات ممكن ينشطها. اللهم عجل لوليك الفرج. نعم. عندي هذا الهاشتاج نصرتي لكم معدة للحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وأيضا مثل ما تشوفون عندنا هذه الآيات الجميلة القرآنية واللوحات الفنية. وأيضا الحاج أبا مهدي المهندس. وأيضا عندنا رسومات للصور المتقطعة بتجميعها أيضا للحاج قاسم سليماني وأبا مهدي المهندس. علي أحييكم. نشر يقولون يعني النقش يعني تعلم في الصغر كالنقش على الحجر، خاصة في هذه المرحلة الطفل يكون دماغه فارغ، فأنت بتنقش به هذه المعلومات الصغيرة راح تكبر وياه أكيد. مبارك لكم هذه الجهود وإن شاء الله موفقين. الله يراكم، شكرا جزيلا لكم. مشاهدين وصلنا وياكم إلى الختام، ولكن نذكر أن مهرجان الطفل العراقي الدولي الأول على أرض معرض بغداد الدولي مستمر من 6 إلى 13/6. تعالوا واستفادوا جميعا. شكرا لكم للمشاهدة وإلى اللقاء.